مباشرة بعد صافرة النهاية انطلقت مسيرات الفرح والاحتفال، وتحولت فضاءات السمارة ومحاورها الطرقية إلى ساحات مفتوحة للانتشار. كيف لا ومنتخبنا الوطني عبد الطريق سالكاً، متأهلاً نحو الدور الثاني ومتصدراً المجموعة على حساب كبار أوروبا كرواتيا وبلجيكا، إضافة إلى منتخب كندا الفتي. وهكذا جاءت الانطباعات. فرحانين بزاف بزاف صراحة، قال فرحة ما تصورش والله، يعني واخا يعني اش نقول لك، ما واخا نهضرت انا ما عاديش نقدر نعبر على هذا الاحساس ديالنا صراحة. قال هنيئا للشعب المغربي الانتصار، هذا الانتصار صراحة، هذا المنتخب اللي الحمد لله فرجنا مع منتخب كرواتيا ومنتخب بلجيكا، وصراحة المنتخب العربي اللي افتخرت به مولي الحملة الدول العربية، وبصمنا لأول مرة من بعد 86 بصم الحمد لله في الدور الثاني، وهذا يزيدنا الحمد لله مولي الافتخار. مسيرات الانتشاء بصدارة أسود الأطلس جابت مختلف الشوارع والأحياء السكنية، ولا زال الناس يسامرون الفرح والاحتفال بإنجاز مغربي خالص يحمل اليوم لوحده لواء الأقطار العربية بعد خروج كل من منتخبات قطر والسعودية وتونس. أنا عجبني الماتش مزيان بزاف، فرحنا وديما مغرب، كنا متفائلين، وأصلا من الأول كنا متفائلين باللي المغرب غتربح، وعجبنا عجبونا اللعب ديالهم وفرحونا. هذه فرحة عارمة للمملكة المغربية وجميع الدول العربية، وشرف لنا احنا العرب أول مدرب عربي كيتأهل للدور الثاني بجدارة واستحقاق. فرح مستحق وأجواء احتفالية وحدت أطياف الشارع المحلي بالسمارة، وعادت بالأذهان إلى زمن اعتلت فيه كرة القدم الوطنية منصات التتويج، والكل هنا يعقد الآمال تلو الأخرى على مواصلة المشوار.